أهلا بكم أصدقائي الأعزاء. معنا النهاردة ناموسة الجميل والصديقة الجميلة من زاوية رودة. صديقتنا الجميلة فقدت أحد ثقلها، برد قوية وعزيمة وإصرار. بتعيش حياتها رغم كل التحديات اللي بتمر بيها. كتير من الناس بينظر للأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم أشخاص عجزة غير قادرين على الحياة وغير قادرين على العطاء، بيسبب لهم ألم نفسي كبير نظرة المجتمع عليهم، وتعليقاتهم اللي بعض الأحيان تكون سخيفة ونظرتهم اللي كلها شفقة. أصدقائنا من ذوي الإرادة وقوة إرادتهم وعزيمتهم كل يوم بيثبتوا لنا إنهم قد التحدي.